يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم رح تكون خبز الفينو، أو بنحكي له كمان خبز الصمون، وإن شاء الله رح نعمله بطريقة سهلة وبسيطة. بالنسبة للحشوة، أكيد ممكن تستخدموا الحشوة اللي بدكم إياها. أنا اليوم عملت حشوة الدجاج بطريقة شهية، تابعوا معي الفيديو خطوة بخطوة وتعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح نحضر للعجينة. بالنسبة للعجينة هون رح نحتاج كاستين من الحليب السائل. طبعا عنا هون الحليب لازم يكون دافي، نص كاسة من الزبدة، الزبدة عنا هون لازم تكون سائلة. رح نحتاج معلقة كبيرة من السكر، معلقتين كبار ممسوحات من الخميرة. رح نحتاج كمان هون كاستين من الطحين. هلا هون بخلطهم كثير منيح مع بعض حتى يذوب عند الطحين، بتركهم تقريبا مدة 10 دقائق حتى تفور الخميرة. لازم نتأكد عنا انه الخميرة فارت قبل ما ننزل الطحين. رح نحتاج هون 3 كاسات من الطحين، بالإضافة إلى معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. بهيك عندي مكونات العجينة صارت جاهزة. هلا هون رح نبلش بالعجن. بالنسبة للعجن، نستمر في العجن حتى تتشكل معنا عجينة طرية متماسكة. عجينة الخبز بدها عجن منيح، تقريبا هون أنا عجنتها مدة 5 دقائق حتى حسيت إنه العجينة معي لحمت. بالنسبة للكاس، استخدموا أي كاس متعدد الاستعمالات، بس المهم إنه يكون عنا العيار بنفس الكاس. بهيك عندي العجينة جاهزة. هلا هون رح اتركها بالصحن ورح اغطيها ورح اتركها تقريبا مدة ساعة وربع حتى ترتاح. اقل شيء لازم العجينة عنا ترتاح مدة ساعة. هيك عندي العجينة جاهزة، ما شاء الله عجينة هشة من الحليب من الزبدة اللي احنا استخدمناهم. بطلع الهواء منها ورح ابلش هون اقطعها. بالنسبة للتقطيع هون، طبعا أنا بدي الحجم يكون معاي وسط، قطعتهم 8 قطع. في حال بدكم القطع يكون معكم صغار ممكن تقطعوهم لحد 12 قطعة. هلا هون باخذ كل قطعة عجين وبعملها على شكل كرة وراح أغطيهم هون وراح أتركهم يرتاحوا تقريبا مدة 10 دقائق حتى أبلش أشكل فيهم. لازم بهاي المرحلة تكون العجينة معكم مرتاحة حتى وقت التشكيل إنها ما تغلبكم. هلا هون راح أخذ كل قطعة. طريقة التشكيل جدا بسيطة، ناخذ كل قطعة نفردها بعدين هون بنبلش نلف فيها، بنلف شوي شوي، والطرف هون لازم نسكره كثير منيح. بعدين هون رح أرجع أمدها حتى يكون عندي القطعة متساوية. بهيك عندي صارت جاهزة. هلا هون رح أحطها بصينية الخبز. بالنسبة لصينية الخبز، أنا اليوم فرشتها ورق زبدة. في حال مش متوفر عندكم ورق الزبدة، ممكن تدهنوا الصينية بطبقة خفيفة من الزيت النباتي، ولما تيجي ترتبوهم بالصينية لازم يكون عندكم فراغ بين كل حبة وحبة حتى وقت لما تيجي تتركوهم يرتاحوا إنهم ما يلزقوا مع بعض. شايفين الفراغ بين كل حبة وحبة لازم تكون مسافة منيحة. بهيك عندي الصواني صارت جاهزة، رح أغطيهم هلا بورق النايلون ورح أتركهم يرتاحوا تقريبا مدة ساعة. لازم عنا العجينة بعد التشكيل إنها ترتاح، بتعطيكم نتيجة أحسن. زي ما حكيت لكم أنا هون غطيتهم حتى ما ينشف عنا وجه العجينة وتركتهم تقريبا ساعة. هلا هون رح نحضر لحشوة الدجاج. بالنسبة للدجاج هون رح نحتاج كمية من الزيت النباتي ورح نحتاج معلقة صغيرة من الثوم المهروس. بقلبهم، رح أنزل هون صدور الدجاج. تقريبا هون أنا استخدمت قطعتين من صدور الدجاج، قطعتهم مكعبات صغيرة. بنقلب الصدور مع الزيت النباتي والثوم، وأول ما أشوف عندي الدجاج استوى بنزل الخضار. بالنسبة للخضار، ممكن تستخدموا الخضار اللي أنتوا بدكم إياها. أنا استخدمت هون الفلفل الرومي الأحمر، قطعته مكعبات صغيرة. بقلبهم مع بعض ورح ننزل هون البهارات. بالنسبة للبهارات، أكيد رح نحتاج الملح، رح نحتاج بهارات الدجاج، رح نحتاج البابريكا الحمراء تقريبا معلقة كبيرة، وآخر إشي هون رح أحط 1/4 معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. بقلبهم مع بعض، بتركهم تقريبا مدة 2 دقيقة حتى يتسبكوا. بعدين هون رح أنزل الذرة، بقلبهم بتركهم تقريبا مدة 2 أو 3 دقائق حتى يتسبكوا. وبهيك عندي خلطة الدجاج صارت جاهزة.
هيك عندي الخبز بعد ما تركته تقريبا مدة ساعة، زي ما حكيت لكم ضروري انه نغطيه. كل ما ارتاح معاكم الخبز بيعطيكم نتيجة احسن. هل هون بالنسبة للوجه راح ادهنه بالماي، اكيد ممكن تدهنوه بخلطة التلميع اللي هي البيض والحليب والخل، بس انا بفضل تدهنوه بالماي كمان بيعطيكم نتيجة احسن. المي اللي انا استخدمته هون هي مي باردة. بدهن الخبز بكمية منيحة قبل ما ادخلهم الفرن. هون راح ارش على الوجه السمسم الابيض. بهيك عندي الصواني صارت جاهزة، هلا هون راح ادخلهم الفرن. بالنسبة للفرن راح ندخلهم على فرن درجة حرارته 200. اغلب الخبز عنا راح يكون من تحت، لما اشوف عندي من تحت اتحمرت راح اشغل الشواية من فوق. بالنسبة للمدة ما بقدر احدد المدة لانه فرن عن فرن بيختلف، بس انتو اذا شفتوها اتحمرت معكم من تحت شغلوا الشواية من فوق. هيك عندي اول ما طلعتهم من الفرن راح اغطيهم بقطعة قماش وراح اتركهم حتى يبردوا. راح نحضر هون الصوص الخاص للساندويش. راح نحتاج تقريبا نص كاس من المايونيز، ربع كاس من الكاتشب، معلقة ونص كبيرة من الخردل، وراح نحتاج هون معلقة أو نص معلقة صغيرة من صلصة الشواء المدخنة، بتعطي نكهة كثير طيبة للخلطة. في حال مش متوفرة عندكم ممكن تستغنوا عنها. بخلطهم كثير منيح مع بعض. بالنسبة للدجاج راح أحط اليوم كمان مع الخلطة الخس، فرمته خيوط ناعمة. راح أنزل هون خلطة الدجاج، وراح نحتاج كمان هون المخلل. ممكن تحطوا أي نوع مخلل أنتوا بدكم إياه، أنا هون حطيت مخلل الخيار. راح أنزل هون الصوص اللي إحنا عملناه. راح نحتاج كمان هون لبن الزبادي، تقريبا 3 ملاعق كبار من لبن الزبادي. بهيك عندي مكونات الخلطة جاهزة، بقلبهم كثير منيح مع بعض. وبعدين هون رح أبلش أحطهم بالساندويش. طبعا هاي الخلطة ما بتحتاج للجبنة، زي ما بدكم، إذا بتحبوا تحطوا الجبنة يعتبر ذوق شخصي. ما شاء الله ما تتخيلوا نكهة الخبز وريحته، بجد طلعت شهية. هلا هون بناخذ كل قطعة وبحط فيها كمية منيحة من الحشوة. زي ما حكيت لكم بالنسبة للحشوة ممكن تستخدموا الحشوة اللي انتو بدكم اياها. كونوا كريمين بالحشوة. وبهيك عندي صارت جاهزة. وهي وصفتنا لليوم، بتمنى انها عجبتكم. بتمنى كمان انه الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو لدعم الفيديو، الاشتراك بقناتي، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم الف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة.